نوصل إلى شمال غرب موسكو، مدينة سيرجيف بوساد. بهالمدينة هناك دير كتير مهم للقديس سيرجيوس. هالدير يعتبر من أكبر الأديار الروحية الأرثوذكسية في روسيا، وهو يتبع مباشرة إلى البطريركية هون بموسكو. هالدير بضم مجموعة من الكنائس رح نتعرف عليها تباعاً، وأكيد رح نتعرف على شفاعة القديس سيرجيوس. ولد القديس سيرجيوس بالعام 1313 وتوفي ب 25 أيلول 1392. كان واحد من أكثر القديسين شعبية بروسيا، جنباً إلى جنب مع القديس سيرافيم ساروف. كان مصلح روحي وحامي روسيا بالقرون الوسطى. والده اسمه سيريل، والدته اسمها ماري، وهن من النبلاء اسمه بارثولوميو باسم الرسول لما كان عمره 7 سنين، وأرسل هالطفل للتعلم. لكن على عكس اخوته اتيان وبيير اللي تعلموا كتير منيح، كان يواجه صعوبات بالتعليم. بأحد الأيام لما أرسل والده للحقل لجلب الخيول، شاف راهب عجوز تحت شجرة بلوط عم بيصلي، ولما اقترب منه انتظره حتى ينتهي من الصلاة، فطلب أنه يصلي له لحتى يتمكن من الدراسة بشكل طبيعي، ودعا بارثولوميو لمنزل والديه. هنيك صلى الراهب من أجله وأكد له أنه من هيدا النهار رح يكون قادر على الدراسة. وفعلا بنفس النهار وبالمساء تحديداً قرأ لساعات، وبدأ لاحقاً بالقيام بخدمات الكنيسة، وبدأ أيضاً بقراءة الكتاب المقدس. وبعمر 12 سنة بدأ يتبع الصيام كل يوم أربعة وكل يوم جمعة بشكل صارم. وبينما تزوج أخته بقي سيرجيوس غير متزوج، وأعرب عن رغبته في أنه يصير كاهن. وبعد وفاة والده كان صار شقيقه الأكبر أرمل، وراحوا سوا إلى دير خوتوف، وتمنى العزلة العميقة، وأقنع إتيان بالبحث عن مكان بناسب الحياة الزاهية. مشوا سوا بالغابات حتى وجدوا مكان مزود بالمياه وبعيدا عن الطرقات. هونيك بنوا كوخ مع كنيسة كرسوة، وكان بوقتها سيرجيوس بيبلغ من العمر 24 سنة. خلينا نشير إلى أنه الكنيسة والكوخ صاروا اليوم دير وكنائس بالمكان ذاته. غادر شقيقه إتيان بعد فترة قليلة إلى دير ثيوفانيا بموسكو، وبقي سيرجيوس بعزلته لثلاث سنوات فقط مع المزامير وقراءة الأناجيل، وأصبحت حيوانات البرية جزء من حياته، حتى أنه أحد الدببة صار صديقه لسيرج، وبالتالي يعطيه الخبز من وقت للآخر. بعام 1354 تم تعيين سيرجيوس كاهن، وطلب البطريرك إنشاء خلية صغيرة مستقلة بالدير من 3 رهبان، ونمت الخلية بسرعة مع ازدياد أعضائها. لكن سيرجيوس ترك دير الثالوث رغم العديد من المحاولات لإعادته. هون بدنا نشير إلى أنه سيرجيوس كان أول قديس روسي بشوف السيد العذراء. It was the time, 14th century, when the Russian nation, or the predecessors of the Russian nation, the Slavic tribes, were under the domination of the Mongol invaders, non-Christian tribes, who basically had full control of this land. And for nearly 100 years, those people who lived in the territory around Moscow, were trying to put together their efforts to become a nation rather than a set of the dispersed and competing, sometimes hostile to one another, tribes and groups of citizens. So Saint Serge, with other people, with Metropolitan Alexis of Moscow, with Grand Duke Demetrios, managed to put together an effort, a spiritual effort, for the Russians to actually stop quarreling with one another, stop bickering,
and become a united force, united spiritual force, united military force to oppose the Mongols and give them a battle in the year 1380 to give the Mongols the decisive battle and deceive them at the Don River. وبينما كان يتم غزو روسيا من قبل التتار، شارك سيرجيوس بالبعثات السياسية لتعزيز انتعاش الأمة الروسية، كما جعل ديره مركز فكري ومكتبة جيدة. بالعام 1380 استجوب الأمير ديمتري دونسكوي سيرجيوس وسأله إن كان عليه الدخول بمقاومة ضد الغزاة. الراهب حثه على الدفاع عن شعبه بوقت معركة كوليكوفو اللي كانت بداية الخلاص من روسيا، وصلى سيرجيوس وكان الانتصار. Saint Serge died soon thereafter, but his legacy remained on this spot in this monastery which was developing slowly rather gradually, and by early 17th century this monastery became a stronghold against the other set of invaders, the Poles. The Polish kingdom were about to actually conquer the Moscow principality and make it part of Poland. And while in the Kremlin, in the heartland of Moscow principality, there were Polish troops. However, in this territory, on this monastery, within these walls, within these ramparts, there was not a single foreign soldier. There was not a single person hostile to Russian Christianity, to the Russians. They held defense of the monastery for about a year and a half, a little bit less, and managed to repulse the forces of the Polish troops, or the Polish bands, and hold on until the hostile groups were finally removed from the territory of Russia, of the territory of Moscow Principality. In the year 1613, the ruling dynasty of Romanovs, were again in control of the Russian throne. That's the meaning of the place for the Russian nation. And this meaning was mostly based upon the spiritual authority and spiritual energy of Saint Serge of Radonezh, who lived here long, long before that. سيرجيوس مؤسس دير الثالوث أو لور منذ العام 1342، هو أحد القلوب النابضة للهوية الروسية. القديس سيرجيوس أهم قديس بروسيا، هذا عاش بالقرن الرابع عشر، وقديش بصلواته الروس انتصروا بالحروب على الأعداء كتير، كانوا يحملوا صورته ويورموا بالحروب وقت اللي بلشوا بالحرب، يحملوا صورته وياخذوا بركته ويمشوا على الحروب. قديس سيرجيوس هو رمز القداسه الروسيه الرهبانيه. له عيدين بالسنه، واحد ب 18 تموز، واحد ب 8 اكتوبر. القديس سيرجيوس وضع امام ديره رمز الثالوث، ورسمة أيقونة الثالوث الروسية كانت الأكثر انتشاراً بالعصور الوسطى بالعالم. وبيقول المؤرخون إنه سيرجيوس كان قادر على تجديد الحركة الرهبانية بروسيا. وبتبقى الإشارة إنه هالأيقونة من أعمال روبيليف. دير لوراو أو الثالوث الأقدس يقع شمال شرق موسكو على بعد 75 كيلومتر من العاصمة. تأسس الدير من قبل سيرجيوس وهو شفيع روسيا بمنتصف القرن الرابع عشر. بالعام 1380 بارك الأمير ديمتري دونسكوي عشية معركة كوليكوفو اللي كان أول انتصار كبير على التتار بعد 150 سنة من الهيمنة. We are now in the heartland of Russian Christianity and the Russian nation, to pull it bluntly.
It's the monastery of St. Serge of Radonezh, who here on this spot, back in the 14th century, founded this monastery, Monastery of the Holy Trinity. The Holy Trinity is what St. Serge proposed for the unification of the Russian nation, and that's how Russia took over her enemies and became what she is now. أصبحت دير قلعة هائلة قاومت الجيوش البولندية والليتوانية لمدة 16 شهر بأوائل القرن السادس عشر، كما بتلعب دور ثقافي مهم خاصة بسبب مدرسة النسخ والتصغير اللي تأسست بالقرن الخامس عشر. بالعام 1930 فقد الدير اثنين من أعظم الكنوز، أيقونة الثالوث لأندريه روبليف، ونقلت إلى معرض تريتياكوف بموسكو، وأجراس برج الثالوث اللي دمرت كلياً. أصبح الدير اليوم متحف للفن والتاريخ والهندسة المعمارية، بحافظ على مجموعة واسعة من اللوحات والأشياء الليتورجية المصنوعة من الذهب والفضة. ومنذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر احتل لوراو مكان خاص بالحياة الروحية لروسيا. مؤسس الدير القديس سيرجيوس يريد رفع الروحانية بالمجتمع الروسي وليس فقط البناء، لذلك الوعي الشعبي منع السلطات السوفيتية من تدمير الدير بالقرن الماضي على الرغم من تدمير مئات الأديرة الأخرى أو التخلي عنها في البلد. تم إغلاق الدير بالعام 1919، ولكن بحلول عام 1946 تم إحيائه من جديد، واضطرت الحكومة السوفيتية إلى الاعتراف بالأهمية الوطنية لهالدير. المعالم الأثرية لدير الثالوث بما في ذلك عشرات الكنائس اللي بنيت على مر القرون خلف أسوار مدينة سيرجيف بوساد، وقد أقيمت المباني المختلفة دون تخطيط هندسي أولي. تم بناء جدار رباعي مصنوع من الطوب الأحمر على نموذج كيتايغورود من موسكو بالسنوات 1540 ولغاية العام 1550، وبيبلغ ارتفاعه بين 5 و5 أمتار ونص، وعنده 12 برج، واحتفظ بعضه بمظهره البدائي، ويعفى الفلاحون اللازمون لهذه الأشغال من الضرائب أثناء بناء الدفاع عن الدير، لأن العمل اعتبر مهم للسلطات. Presently, there are 8 churches here on the premises of the monastery. From that huge one, the Church of the Blessed Virgin Mary, from that ancient one, the Cathedral of the Holy Trinity, where the relics of St. Serge are placed, and many, many other churches around. كنيسة المهد القديس يوحنا المعمدان هيدي كانت بأواخر القرن السابع عشر، الكنيسة جزء من مجمع مدخل دير البوابة بمثابة استمرار المدخل على طول جدران الأسوار. الكنيسة لا تزال تستخدم اليوم كمكان للعبادة، وكانت أسرة التاجر ستروغانوف هي اللي مولت بنائها، في حين أنه معظم المباني الأخرى كانت ممولة من قبل النبلاء. أسلوب الكنيسة منرجع منذكر هو باروكي. We have arrived to the entrance to an ancient church built in the 15th century. And inside this church are the holy relics of St. Serge of Radonezh, a figure instrumental for the entire Russian nation, not to say anything about the Russian church. كاتدرائية الثالوث واحدة من أقدم المباني بدير الثالوث، ويقع على الطوق الذهبي لروسيا. تم بناء مباني العامين 1422 و1423 تكريماً ومجداً لمؤسس دير سيرجيوس من رادونيتش. Thank you.
مبنى الثالوث المقدس هو بالحجر الأبيض وعنده صورة ظلية هرمية مثيرة للإعجاب. النوافذ بحجم الثغرات وبتترك القليل من الضوء بداخلها فوق أقواس القبو. اللوحات الجدارية القديمة اللي رسمت على الجدران الداخلية من الكاتدرائية بين العامين 1425 و1427 من قبل رسامي الأيقونات أندري روبيليف ودانييل تشيرني لم تصل إلى يومنا الحالي. أما الباقون فهن على قيد الحياة، فهي في الواقع تعود إلى العام 1635 وهي نسخة من اللوحات الجدارية البدائية. تحتوي الكاتدرائية على أقدم الأيقونات المحفوظة بروسيا واللي صنع منها 40 رمز من قبل أندري روبيليف ودانييل تشيرني قبل تكريس المبنى بالعام 1427، وقد وضعت نسخة من رمز الثالوث الأصلي على يمين أبواب الإيكونوستاس. ضريح سيرجيوس محفوظ بالكاتدرائية وهو باللون الفضي، وأيضا هناك ذخائره بداخل هذا الضريح، وللتبارك منه عليك أنك توقف بصف الانتظار. كنيسة سان زوزيم وسابا كانت مستشفى لأنها كانت تتسع ل 50 مريض، ويمكن الوصول لغرف من الكنيسة مباشرة ودون الذهاب إلى الخارج. كنيسة أيقونة سمولينيسك لأم الرب، هيدا المبنى الأكثر حداثة وبني خلال عهد الأمبراطورة إليزابيث على نمط باروكي. قصر زوجة القيصر مخصصة للعائلة القيصرية، الغرف مرتبة بسلسلة على طول الواجهة، الديكور غني ومتنوع والنوافذ محاطة بالخزف والألوان الرائعة. كنيسة ظهور العذراء المباركة للرسول المقدس، هالكنيسة الصغيرة تحتوي على ذخائر لميشيل وكان تلميذ ورفيق سيرجيو وبلغ درجة عالية من الروحانية، لهيك قررت الأمبراطورة أنا إيفانوفنا بين العامين 1693 و1740 بناء هالكنيسة. وعلى طول الجدار الجنوبي من القلعة هناك الكنيسة، غرفة الطعام من القديس سيرجيوس اللي بنيت بالقرن السابع عشر، وبجانبه عاش بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بأحياء العاصمة اللي كانت قريبة من المكان.
نحن بأعلى مكان تقريباً بالمجمع الروحي بسان سيرجيوس. هالمكان أيضاً حسب القيمين على المجمع ربما تكون الأو تي في وبرنامج سلم على السماء أول ناس بيصوروا من هالمكان كتلفزيونات لبنانية. بهالمكان مجموعة من الأجراس، أكثر من 20 جرس، وبقرب الجرس الأكبر ووزنه 74 طن وعليه صورة البطريرك أليكسي الثاني، وأيضا هناك كتابات باللغة الروسية بداير الجرس تحكي عن مين ألف الفكرة، مين نفذ الفكرة، ومين دفع كلفة الجرس يلي هو مصنوع من البرونز. برج الجرس بلافراو هو أعلى مبنى، ارتفاعه 88 متر، ويقع بالمنطقة المجاورة مباشرة لكاتدرائية الثالوث المقدس وكاتدرائية المسكن. قاعدتها واسعة وترتفع 4 مستويات، كل منها مع برج الجرس. كان البرج يحتوي على 50 جرس، نصهم ديب بالثلاثينات. السقف الزخرفي مطلب الذهب، وأضيفت الساعة بالعام 1784. هالبرج بيمثل إكمال المجموعة المعمارية وتتكيف مع شخصية الدير. برج الجرس بني بالقرن 18 ولا يزال يحتوي على 25 جرس أصلي من أصل 42 جرس. كنيسة الروح القدس أو العنصرة مميزة للغاية وبنيت على يد أسياد من مدينة بيسكوف. كان شكل الإبة مثل الخوذة وتحولت عام 1780 إلى شكل بصلة، ولم يكن هناك أي لوحة جدارية داخل هذه الكنيسة حتى منتصف القرن 17. كنيسة نيكون الصغيرة مستوحاة من الهندسة المعمارية بيسكوف، وهي ملحقة بكاتدرائية الثالوث ووجهتها قريبة. ومن بين المباني الأخرى للمجمع تقف كاتدرائية الافتراض، الكنيسة الرئيسية للدير، مع القباب الخمسة، واحدة ذهبية وأربع قباب باللون الأزرق المكثف منقطة مع النجوم الذهبية. Now we are at the entrance of the Church of the Assumption of the Blessed Virgin, the largest church in this monastery, built somewhere in the 18th century, rebuilt a couple times. And on top of the entrance, you'll see an inscription in Church Slavonic, "To God whom we know." Because if you might remember in the book of Acts, Saint Paul found a church or a temple in the Athens with the inscription, "To God whom we know, to the unknown God." And in Christianity, the Christian faith claims to venerate one God in the Trinity whom we know. And our whole life is an effort to know God better. To know means to get attached to Him. To get united with Him, not to know by mental force, but to know by our whole life. Thank you.
كان إيفان الرهيب اللي أمر ببناء هالكاتدرائية بالعام 1559، ويقع قبر الأيسر بوريس غودونوف على الجانب الشمال الغربي منها. نبعة المياه اللي موجودة بهالمكان بمجمع الكنائس هي من باطن الأرض من أيام القديس سارجيوس، ويقال إن مياه مقدسة والناس بس تحضر لهون ما فيها إلا ما تعبي وتشرب منها. كنيسة صغيرة قبالة كاتدرائية النوم، وهون يجمع المؤمنون المي المقدسة ليعرف وفقا للمؤمنين إنها بتشفي من الأمراض. العديد من العناصر الزخرفية المختلفة على الواجهة تعطي الكنيسة نظرة أنيقة ورصينة. كاتدرائية الثالوث الأقدس أو كاتدرائية القديس سيرجيوس مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ العام 1993، كما أنه هناك بداخلها مركز لنشر الثقافة وأول معهد جامعي بروسيا، وتأسس بالعام 1687، وكان أكاديمية الدراسات السلافية اليونانية واللاتينية. بنهاية القرن الثامن عشر تم نقلها إلى شقة القيصر والقيصر بيلوراو، وأصبحت الأكاديمية اللاهوتية بموسكو. تعتبر بيتوفو أحد المقابر الجماعية العظيمة للقمع الستاليني بين عامي 1937 و1953، أما الرعب الكبير فكان بين عامي 1937 و1938، حيث أدين 21,000 شخص. كان من النادر إعدام أقل من 100 شخص بيوم واحد بهالمكان، وتقع هالمنطقة ذات الأغراض الخاصة على بعد 25 كيلومتر جنوب وسط موسكو، وتغطي عشرات الهكتارات لتحيط فيها حواجز عالية. وكان من بين الضحايا بيلاكون غوستاف غلوتسيس وعدد كبير من القساوسة الأرثوذكس اللي تم إعلان لكثير منهم فيما بعد شهداء جدد. المقبرة تم بنائها ببيتوفو لأنه عدد الضحايا لا يتسع بمساحة واحدة بالعاصمة موسكو. استخدمت بيتوفو اللي استولت عليها الشرطة السرية بعد الثورة كمستعمرة زراعية، ونفذت فيها عمليات الإعدام، وكانت تعرف بين أوساط المتدينين باسم غولغاتا الروسية. أرشيف الكي جي بي واضح بعدد القتلى اللي سقطوا بهالمكان، أكثر من 20,000 شخص بينهم معارضين سياسيين، مزارعين وأتباع النظام القيصري، كهنة، رجال دين، إضافة إلى أجانب شكلوا الألمان والبولنديين العدد الأكبر، وهناك أشخاص أيضا من 90 دولة. كذلك هناك عدد كبير من العائلات اللي لم يبقى منها شخص واحد، واللافت أنه معظمهم أطلق النار عليهم دون محاكمة. ب
بإرهاب ستالين خلال 16 سنة حكم بالإعدام على 700 ألف ومليون شخص بالسجن، وكان 96% من الضحايا من الرجال و 4% من النساء. أما الأعمار فكانت ما دون 10 سنوات ووصولاً إلى ما بعد 70 سنة. وبعد الانتهاء من القتل كانوا يتجمعوا الجلادين ويشربوا الفودكا ويحصلوا على ميداليات ورواتب إضافية. كان يتم نقل المدنين ليلاً من وسط موسكو بشاحنات الطعام مكتوب عليها خاص للحوم، وتتم تنفيذ عمليات الإعدام والدفن خلال ساعات الليل. يتم إدراج أحداث بيتوفو بتاريخ الخلاص، وبشكل عام يرتبط تاريخ روسيا بالتاريخ المقدس. أعادت عملية شهداء بيتوفو مشهد شهداء السنوات الأولى للمسيحية. المطران سيرافيم هو أحد أبرز قديسي روسيا، وله تذكارات كتيرة بأكثر من مكان، إن كان على الصعيد اللاهوتي أو على الصعيد المدني. المطران سيرافيم هو أحد من أعدموا في بيتوفو، المكان اللي أعدم فيه الكثيرين ولا يزال حاضر بيومنا الحالي. We are now in the beautiful place at the suburbs of Moscow called Butova Firing Range. It used to be a firing range place for training of infantry. However, in the communist era, in the 20s and 30s, especially 1938, 1939, tens of thousands of people were put to death here by those who decided to remake the world according to their crazy ideas. No one knows exactly how many corpses have been buried here, how many live souls lost their life here under the bullets of the Stalin's henchmen. يشار إلى أن بعض المقابر الجماعية مغطاة بالحشيش الأخضر وممنوع المرور فوقها. Just a small shred of documentation gives us 20,000 names, over 20,000 names, 20,000 people put to death during basically 1 year, 15 months of 1937 and 38. They are buried in those mass graves which you see all around you. No one has completed a full excavation of those graves, of course. But some excavations were made, and you'll see some artifacts found in the graves. أصبح المكان رمز للتاريخ المأساوي للكنيسة الأرثوذكسية بالقرن العشرين، ولا يزال هالمكان هو الموقع الوحيد لذاكرة القمع اللي اعترفت فيه الدولة ووزاراتها. بالمكان أيضاً جدران كبيرة مرتفعة عليها لوحات تذكارية مكتوب عليها أسماء الأشخاص اللي أعدموا بهالمكان، وتحيط بالمكان أشجار من التفاح، وكان المسؤولين الزراعيين يقوموا بإنتاج الخضار بهالمكان ليستفيد منها عناصر المخابرات بهيديك الفترة. كذلك كان هناك عمال يعيشون بإسطبلات تحيط بالمكان. استمر هالعمل بعد الحرب العالمية الثانية، ثم سمح لمسؤولي الكي جي بي أيضاً ببناء منازل ريفية صغيرة فيها حدائق للمطبخ، لكن لم يسمح لهم بحفر الأساسات أو الأقبية بسبب المقابر الجماعية، كما تم استخدام منطقة المقابر لإنتاج الفريز. Two churches have been built since Russia regained her freedom.
One of them is a small one, small church of the New Martyrs of Russia, because in these graves, hundreds of people, hundreds of those who are buried here, are actually saints of the Russian Church, canonized as new martyrs for Christ. ولأن عدد اللي سقطوا من رجال الدين الأرثوذكس الروس تخطى الألف، تم بناء كنيسة خشبية صغيرة بهالمكان. بنيت هالكنيسة الخشبية ذات الحجم المتواضع من دون أساسات، وإلى جانبها يقف برج الجرس، ليضيف إليه أيضاً مبنيين، أيضاً مصنوعين من الخشب. وهناك أيقونة المطران سيرافيم مع رسم عن عملية العدم اللي تعرض لها مع بقية الكهنة، وعلى الأيقونة يبقى الاعتداء من الجيش الأحمر واضح. The church still lives, and Russia still lives, in spite of those who have been put to death for Christ. بعشرة تشرين الأول 1993 وضعت لوحة تذكارية بحضور مسؤولين روس وأكثر من 350 من أقارب الضحايا. بالعام 1994 تم بناء صليب خشبي من قبل الأب فلاديمير فوروبييف. هالمكان رجع للكنيسة الأرثوذكسية كما رجع استثماره لجعلها كنيسة استشهادية وفقاً للتقاليد الروسية المتمثلة بكنائس على الدم، من أجل إحياء ذكرى مئات من رجال الدين اللي أعدموا في بيتوفو خلال الرعب العظيم. بالعام 1995 تقرر تكليف هالموقع للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي المؤسسة الوحيدة اللي بتبدأ اهتمام بهالأماكن. أنشئت أبراشية، وقررت الجالية الأرثوذكسية بناء كنيسة القديسين الشهداء والمعترفين بالإيمان الروسي في بيتوفو، حيث تم الاحتفال بالطقوس الأولى ب 16 حزيران 1996. على الجانب الآخر من الطريق وقبالة الموقع كاتدرائية قيامة المسيح، وذلك منذ العام 2007. وانوضع الصليب بهالمكان، ارتفاعه 12 متر ونص وعرضه 7 أمتار ونص، وذلك تحية عن كل روح سقطت بهالمكان من دون محاكمة، وفقط لأن حاربت ووعدت ووفت وقالت أنه الرب واحد يسوع المسيح. بالعام 2007 للاحتفال بالذكرى 70 للإرهاب العظيم، تم نقل الصليب بموكب من جزر سولوفوكي، وزرع بالقرب من كنيسة القديسين والشهداء الجدد والمعترفين لروسيا.
هالكنيسة تمت بتمويل كبير من الأفراد وبشكل أساسي من شاب عاش بالقرب من هالمكان، عاش حياته وطفولته بالقرب من حيث كان يسقط الضحايا. هيدي عمروها من جديد من جديد، ولمن كنيسة أمريكا السينودوس وقت التحد مع الكنيسة الروسية صار الاتحاد هونيكي. ليش؟ لأن الروس اللي كانوا تابعين القيصر واللي هربوا كلهم عندهم شهداء روسية أهم شيء عندهم بحياتهم، فعملوا وقعوا على وحدة الكنيستين في بوتوفا. راح وأنا حضرت القداس بهديك اليوم اللي جاء وقت الواحد والكنيسة. كتير بيقدروا شهدائهم هون، كتير كتير مش شوي، لأنه بيعتبروا هودي الناس اللي صلوا لتبقى روسية. عظمة عظمة. الكنيسة اللي بنيت حديثا تتميز بأنها على شكل خيمة، والبارز أنه لا يوجد خمس كنائس مع بعضها في العمارة الروسية القديمة. المهندس المعماري اختار شكل الكنيسة وكأنها بأعلى الجبل وعلى الزائر التوجه نزولا لرؤية الذخائر على درج طويل. أما الأجراس فعليها رسومات لشهداء الكنيسة والمعترفين الجدد في روسيا. Church built next to the cemetery of the Butova firing range. The church was consecrated in the year 2007, just the same year as the big cross was put next to this place, and that was the 70th anniversary of the most horrendous time in the Soviet history when tens of thousands or hundreds of thousands of people were exterminated all over Russia. Now the church, the main altar, is dedicated to the resurrection of the Lord. On the right side is dedicated to the holy new martyrs of Russia, but the main one is the resurrection of the Lord, the Holy Easter, which is the main element of the Christian faith. وبالعام 2007 تم تكريس الكنيسة العليا لجهة اليمين على اسم قيامة السيد المسيح، أما لجهة اليسار فعلى اسم القديس تيخون بطريرك روسيا. The other side, you see the altar, the compartment dedicated to St. Patrick Tikhon, who headed the Russian church from the year 1917 all the way to his death in 1925. With his name, we connect the whole rebirth of the Russian church and her way to the martyrdom
under the Bolshevist persecution. So you will, on the icon of the New Martyrs of Russia, you'll see Patrick St. Tikhon together with other hierarchs, bishops, who suffered a horrible fate due to the persecution of the church. But the church itself, as you see, is far from a tragic outlook. It is a bright and light because the whole symbolism of this church, of this building, of this temple, is the victory of Christ over death, the victory of the church and of the Christian faith over the sin and over the enemies of God. وهناك على العمود الأيمن بالقرب من المذبح أيقونة كاتدرائية الشهداء، والأيقونة الأصلية موجودة بكاتدرائية المخلص. أما العمود الأيسر فترتفع عليه أيقونة الشهداء الجدد في بيتوفو. Downstairs, where there are three more compartments of this entire church building. Important things which we are going to see there are the artifacts which have been taken from the graves of the martyrs at the Butovo Seminary. They stand as witnesses of their tragic death and of the martyrdom of the Russian church under the Bolshevism. This is something which has to be seen and viewed and remembered by everyone. الكنيسة السفلى مكرسة لمريم العذراء ليعيشوا بظل الروس بالقرن العشرين، ومن المفترض أنه يتم تكريس الكنيسة اليسرى بالطابق السفلي على اسم القديس يوحنا. أكثر من 320 شهيد موجودة صورهم على جدران القاعة السفلى، هناك 50 رمز لقديسي بيتوفو على جدران الكنيسة. ويحضر آباء الضحايا ممتلكاتهم الخاصة لأفراد عائلاتهم، وهي الرموز والملابس الدينية والصور والوثائق، ليتم عرض بعض منها بالكنيسة بمكان خاص. ويعتبر الأشياء يلي وصلت لها المكان هي أثار مقدسة بذكريات الكنيسة الجديدة، كما يتم إعداد متحف لذكرى الضحايا، وهالشي بيعود فينا بالذاكرة أيضاً ويستثمر دينياً.